وصلنا إلى السؤال رقم 6. Placer les différentes informations, paquet, tram, segment, données et bits, dans le figure ci-contre, dans le cadre qui leur est réservé. هذا فقط راه هو عطاك الجواب. إذا ديجا عطاك الجواب أحبائنا في السؤال الرابع اللي درنا. إلا قال لك سيدي دوني لي ديفيرونت إيتاب دو لونكابسيلاسيون أليب دي تخام سويفون دوني سيجمون باكي تخام إي بيت. وهنا قالوا لك بالتفصيل. وبالتالي هنا نقدروا نجاوبوا على هذا السؤال هذا. وبالتالي ندير واحد الإمبريسيون إيكرون مشي البانت مثلا رجع كونترول في حاول انني نكبر شي شويه هذا فوالا ولا نكبر شي شويه التيرم فوالا. اذا هنا اش غنحط غندير لي بيت تكون ضروري هنا تنتعامل مع لي بيت. ها هي لي بيت فوالا. هنا هذا شي تسمى انترام. لاحظ نمشيو للسؤال ديالو قال لك السيدي هنا دي ترام. ها هي نعطيك ترام عاونك هنا كاع فوالا. إذا هنا تخام فريم in English تخام صافي. هنا تيوليك هنا هات كوش فيزيك لي زون دو دوني الريزو. الريزو تنقولو الاي بي الباكي. إذا هنا غيكون الباكي فوالا. اسمح لي الباكي فوالا باكي. ثم عندنا سيغمون واحد سيغمون فوق سيغمون. ها هي ندير سيغمون الحمد لله سيغمون. هنا دوني المعطيات ديالنا او عاونك هنا دوني فوالا. اذا هذا هو الجواب ديال الكابسيول. وحنا غاديين وحنا فوالا تنصيب. اذا شكرا على متابعتكم والى اللقاء في الفيديو المقبل حيث سنقوم بحل هذه الأشياء. فوالا كل كوش الاسم ديالها أحبائي الكرام ثم مكافئها في تي سي بي اي بي نون ديال الكوش تي سي بي اي بي يونيتي دون كابسولاسيون اللي تتكون هنا واش طرام واش هادي واش هادي بروتوكول تي سي بي اي بي نيفو دو شاك كوش تي سي بي اي بي. Voilà, et on a complété le tableau suivant. On veut, basant sur vos connaissances du modèle OSI TCP/IP, numériter les 16 couches du modèle OSI en ordre décroissant, c'est-à-dire application. On a une application, présentation, session, transport, réseau, les ondes de données, tout le physique. Pour le café, il y a le fait que الحويجات كذلك لي زينيتي سنهضر دون كابسولاسيون واش طوام واش بيت اكسترا وتم غالي. اذا شكرا على انتباهكم والى اللقاء. موعدنا في هذا الفيديو المقبل حيث سنجيب على السؤال رقم 7. لاحظ يمكنك امبريسو ايكرون توقف الفيديو ونقل السؤال. وسؤال اخر كذلك له علاقه بالتي سي بي اي بي والسؤال رقم 5. إذن شكرا لانتباهكم وإلى اللقاء.